حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين. أنا أريد أشوف العلي بن أبي طالب، إذن لي أن أدخل عليه. دخل الإمام الحسن، استأذن، رجع، قال أدخل يا أصبغ، أذن لك أمير المؤمنين. يقول الأصبغ دخلت على أمير المؤمنين فرأيت على رأسه عصابة صفراء، ولم أعلم أوجهه أصفر أم العصابة، وكان السم قد نزل إلى قدمي الإمام عليه السلام، ورمت يدي الإمام رجليه، يغمض عينه تارة ويفتحها أخرى. يقول الأصبغ دخلت سلمت على أمير المؤمنين، فتح عينه، قال لي وعليك السلام يا أصبغ، ألم تسمع كلامي أمري؟ قلت لكم انصرفوا. قلت له سيدي يا أمير المؤمنين، والله قدمي لا تطاوعاني على المشي، أحب أن أراك أسمع حديثا منك يا أمير المؤمنين. قال لي أجلس، أجلس يا أصبغ. جلست عنده، قال لي يا أصبغ دخلت في مثل هذه الساعة على رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا في مثل هذه الساعة في آخر ساعة حياة النبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لي رسول الله أخذ بيدي، قال لي يا علي أدخل إلى المسجد ونادي الصلاة جامعة وقل أيها الناس، أيها الناس، لعنة الله على من أبق من مواليه، على عبد أبق من مواليه، أيها الناس، لعنة الله على من عق والديه، أيها الناس، لعنة الله على من ظلم أجيرا أجره. يقول أمير المؤمنين خرجت من عند النبي، صعدت على المنبر، دخلت المسجد، ناديت، قلت هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لعنة الله على عبد أبق من مواليه، لعنة الله على امرئ عق والديه، لعنة الله والملائكة على من منع أجيرا أجره. يقول فقال لي بعض الناس وما هذا، وما هذا الحديث، وضح كلامك. عدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت يا رسول الله، قالوا لي ما هذا، ما هذا الحديث، كمل، لمن هذا، لمن هذا الحديث؟ يقول أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا علي أنا وأنت مولايا هذه الأمة، فلعنة الله على من أبق منا، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فلعنة الله على من عقنا، يا علي أنا وأنت أجيرا هذه الأمة، فلعنة الله على من منعنا أجرنا. يقول أمير المؤمنين ذهبت إلى المسجد، قرأت الحديث على الناس. يقول الأصبغ أمير المؤمنين حدثني بهذا الحديث، ثم غمض عينيه، خفق خفق مرة، أغمي على الإمام عليه السلام، فتح عينه تارة أخرى، مرة أخرى، قال أجالس أنت يا أصبغ؟ قلت نعم، فداك أبي وأمي. قال أحدثك بحديث ثاني؟ قلت نعم سيدي حدثني. قال بينا أنا يوم مهموم مغموم، رآني رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لي يا علي ما لي أراك مهموما مغموما محزونا؟
يا علي اعلم إذا صار يوم القيامة وحشر الأنبياء والناس جميعا نصب إلي منبر، هذا مضمون الحديث، نصب إلي منبر يوم القيامة فأرقى أنا على المنبر وترقى أنت وأنت دوني بمرقات، تجلس أنت دوني بمرقات، ويصعد ملكين على المنبر يقوم أحدهما يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا رضوان مالك خازن الجنان، إن الله أمرني أن أعطي مفاتيح الجنة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرني رسول الله أن أعطيها إلى علي بن أبي طالب. ثم يقوم الملك الآخر يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك خازن النار، أمرني ربي أن أعطي مفاتيحها إلى رسول الله، وأمرني رسول الله أن أعطي تلك المفاتيح لعلي بن أبي طالب. فاشهدوا يا علي أنت قسيم الجنة والنار. الأصبغ يقول سمعت هذا من أمير المؤمنين. ثم قام وخرج أمير المؤمنين ما طالت به الساعات. عظم الله لكم الأجر، في مثل هذه الليلة صلى أمير المؤمنين من جلوس، خفت ذلك الصوت، صوت الأنين، مناجات القرآن، الدعاء، خفت من صوت أمير المؤمنين سلام الله عليه. جمع أهله وأهل بيته وكان يقول أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، فإن بقيت فأنا ولي الدم وإن فارقتكم فالفناء موعدي. ثم كان يقول والله ما فجعني من الموت وارد أنكرته ولا طالع أنكرته ولا وارد كرهته، وما أنا إلا كظامئ ورد أو كطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار. ثم جمع عياله وأولاده وأهل بيته وجعل ينظر في وجوههم واحدا واحدا وهو يقول الله خليفتي عليكم، استودعكم الله، الله خليفتي عليكم. اقتربت منه زينب، أمرها بالصبر، حدثها بحديث كربلاء، ثم قال بني أبا محمد بني أنت شهيد هذه الأمة ومسمومها. ثم أخذ الحسين قال بني أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة عليك بالصبر. ثم توجه نحو القبلة، مدد يديه ورجليه وجعل ينظر أمامه وأشار بيده وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، السلام عليكم ملائكة
ربي. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفاضت روحه إلى بارئها. أيوة عليا، أيوة سيدا، أيوة إماما. فتضج أملاك السماء لموتي. اليوم مات الأنبياء جميعا. قل لابن ملجم والأقدار غالبة ويلك هدمت للإسلام أركانا. قتلت أفضل من يمشي على قدم. تفضلوا سيدنا. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين. ألا يا عين جودي واسعدينا، ألا فبكي يا أمير المؤمنين يا وارى، وابكي يا من ركب المنايا وحاملها ومن ركب السفينة ومن صام الهجير وقام ليلا ومن صام الهجير وقام ليلا ونجى الله رب العالمين. يا إمام بر صادق تقي فقير قد حوى علما ودين. بارك الله فيك. كن وياي الليله شهاده امير المؤمنين. ايش تنتظر بعد؟ فقير قد حوى علما ودين. فلا صلاته في الراكع هذا ابو الاسود الدؤلي يؤبن استاذه علي. يا لان فابلغ معايا ويت ابن حرب فلا قرت عيون الشامتين. سيلقى الشامتون مالقي. صاحت يوم ليل المحراب خالي. زينب يوم المحراب خالي خالي يا بشر كثر وحش اللي علي. الله أكبر يا علي محراب خالي مولاي. يوم
خليش كثير وحش الليالي والله تفت الصخايا وعار ونت الوالي. جاءوا به الى بيته مثل ما قال السيد دخل الاصبر بن نباته بعد ان اجتمعت الشيعة عند دار امير المؤمنين ملوك في النهار رهبان في الليل. فيقول سمعنا صوت البكاء من بيت امير المؤمنين فبكينا. فخرج الحسن وقال ارجعوا رحمكم الله. فدخل الاصبر يقول رايته مسجا في محرابه فاكببت عليه اقبله. فقال يا اصبر لا تبكي، هل هي الا الجنه؟ قلت نعم والله اعلم انك الى الجنه يا امير المؤمنين، ولكن ابكي على حال الشيعه من بعدك، ابكي علينا من بعدك، والله تيتمنا يا امير المؤمنين. فودعه عليه السلام ودعا له ولشيعته حتى جاء يوم الواحد والعشرين وقد بان به الضعف سلام الله عليه، وكان يكثر من التوحيد وقوله لا إله إلا الله حتى سمع أهل البيت طرقا على الباب. يقول الشيخ عباس القمي يقول سمعوا طرقا ضعيفا على الباب. فخرج الحسن وإذا محشر من أولاد الكوفة الصبيان الأطفال مجتمعين وهم يسألون مولاي وين أمير المؤمنين؟ أشو صار يوم ما شايفين؟ تبين هؤلاء كلهم علي كان يرعاهم كان يأنسهم افتقدوه يوم ما شايفين لا إله إلا الله. حتى دنت هذه الحالة وهذه الوفاة واستشهد سلام الله عليه بعد أن فاضت عيونهم بالبكاء عليه. رحم الله المجلس صاحب البحار يقول لما ضرب ما اشتكى، ولما حمل إلى داره ما اشتكى، ولما وضع في محرابه لم يشتكي وهو يرى الحسن والحسين يبكيان. حتى جاءت زينب وأم كلثوم وجلس عند فراشه عند رجليه، فلما فتح رأى زينب هناك وهي تبكي. يقول صاحب البحار فهناك بكى أمير المؤمنين ولم يستطع أن يرى دموع زينب. يا ويلي يا علي ما قدرت تتحمل تشوف دموعها. ثم حمل عليه السلام بهذا التشيع العظيم وأخذ إلى النجف الأشرف من الكوفة إلى النجف، ومروا بالحنانة فانحنى ذاك الحجر احتراما لعلي، فسميت الحنانة لانحناء الحجر لنعش علي بن أبي طالب الذي كان يحمله جبريل وميكائيل مع الحسن والحسين، وسجي في قبر بعد أن حفره له نوح عليه السلام، وكان قد أوصى أن يدفن بين نوح وآدم، ولذلك ورد السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح. يقول هذا القبر هو الذي اختاره للحسن والحسين، عينه لهما فحفرا فوجدا قبرا محفورا ولحدا ملحودا قد كتب عليه هذا ما ادخره نوح للعبد الصالح علي بن أبي طالب. يقول ثم أهالوا التراب عليه، فجاء صعصعة وكان شيوخ الشيعة مع الحسن والحسين وأولاد أمير المؤمنين. جاء صعصعة بن صوحان من كبار علماء الشيعة، جاء وضع يده على تراب قبر أمير المؤمنين ووضع يده الأخرى على قلبه وصاح رحمك الله يا أبا الحسن، لقد ربحت تجارتك وعظم أجرك فألحقنا الله بك، ألا من لي بأنسك يا أخيا ومن لي أن أبثك ما لدي، بكيتك يا علي بدر عيني فلم يغن البكاء عليك شيئا. فضج أهل البيت بالبكاء وعزوا الحسن والحسين وأولاد أمير المؤمنين.
ثم رجعوا إلى الكوفة وإذا بهم يمرون بخربة وصوت أنين وإنسان يشتكي، فدخل الخربة وإذا برجل أعمى مقعد في الخربة وهو يئن، فقيل له ما شأنك؟ قال يا ناس إن لي 3 أيام لم أطعم الطعام، وكان هناك رجل أنا غريب، صار لي سنة بهالكوفة هاي، صار لي سنة غريب، وأنا هناك رجل كل ليلة يجيب لي طعام يطعمني ما أعرف اسمه، ويجلس عندي وله 3 أيام ما أجى انقطع. قالوا هل عرفته؟ قال كنت أقول له من أنت؟ فكان يقول لي مسكين يجالس مسكينا، إلا أنه كان كثير التسبيح، وكنت أرى أشعر أن الحجر والمدر يسبح بتسبيحه. فضج الحسن والحسين بالبكاء وقال له يا شيخ الآن عدنا من دفنه، ذاك هو أمير المؤمنين. فلما سمع هذا المسكين بأن ذاك الذي يطعمه عليه أخذ يصيح ويستغيث ويرمي التراب على رأسه، لا إله إلا الله، وهو يقول العجل العجل لا أريد البقاء بعدك يا علي. ثم قال أقسمت عليكما بجديكما إلا ما أخذت أماني إلى قبره، ودوني القبر يقول، فأخذاه الحسن والحسين وقال سيدا ضع يدي على قبره، فجاءوا بيدي وخلوا على قبر أمير المؤمنين، وإذا به يصيح صوتا عظيما يا علي يا علي، ووقع ميتا على قبر أمير المؤمنين، فدفنوه إلى جنب أمير المؤمنين. أقول يا مؤمنين يا موالين، هذا ضرير ما لم يرى عليا، ولكنه لم يستطع البقاء بعد علي حيا، فما حال زينب والحسن والحسين؟ غسلوا أمير المؤمنين يردون يأخذوا، فاعترضت طريقهم صاحت ينتشيعون ابن عشبون وينتردون، والله إن جاي نيتكم تدفنون، خلوا أبونا يلتحمون، خلوا شوية نودع لما نودع نور العيون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعترته الطاهرة، اللهم الحقنا بعلي وآل علي، اللهم لا تباعد بيننا وبين علي، والليلة ليلة قدر وشهادة هذا الرجل العظيم، اللهم إنهم استباحوا دماءنا حبا منا لعلي، اللهم إنهم بغضونا وشردونا وطردونا وأبعدونا لا لذنب جليناه إلا حب علي. اللهم إنا نشهدك في هذه الليلة أننا نبايع عليا أحياء وأمواتا ونحن معه ولا نبرأ منه، سلام الله عليه. اللهم لا تباعد بيننا وبين أئمتنا، اللهم أرضي صاحب العصر عنا واحشرنا مع محمد وآله الطاهرين. اللهم هذا شهر رمضان قد انصرمت أيامه وانقضت لياليه، فلا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاؤك من النار يا رب العالمين. اللهم نقرأ الآية أخوان لشفاء طفل المريض ولقضاء الحوائج، جزاكم الله خير، وتفريج الهموم والغموم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف
الزوع والبلاء عنا يا الله. اللهم المرضى المنظورين شافهم وعافهم يا الله. اللهم من كان طالبا لحاجة فاقض حاجته يا الله. إلهي من كان مهموما أو مغموما ففرج همه وغمه يا الله. اللهم من كان معسرا فيسر عليه يا الله. إلهي من كان مديا فاقض دينه يا الله. اللهم احسن عواقب امورنا وارزقنا في الدنيا زياره علي وفي الاخره شفاعته يا الله. والى اموات الجالسين والسامعين والعلماء الربانيين وجميع خدمه الحسين وشيعه اهل البيت رحم الله من قرا الفاتحه مع الصلوات.